أعلنت إيران اليوم عن انتهاء عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال، وكان زلزال قد ضرب إقليم كرمانشاه الإيراني الواقع في المنطقة الحدودية بين إيران والعراق أول أمس، حيث بلغ 7.3 درجة من درجات ريختر وأودى بحياة ما لا يقل عن 450 شخصا، أسفر أيضا عن إصابة 7000 شخص، كما قتل 6 عراقيين في الأقل وأصاب 150 آخرين بجراح في محافظة السليمانية.